30. The first factory in Switzerland was built in 1815, as scientists at the time discovered how to mass produce the enzyme, causing industrial cheese production to quickly become widespread. ماشي. Number 30 بيقول لي أزود هنا قبل the first. المفروض يكون في حاجة تقول لي كده. أنا اللي بقول لك ولا حاجة, ولا نقول also, ولا نقول therefore, ولا نقول for instance. طبعا السؤال ده مكتوب غلط. المعنى على ما أظن إن هنا كده في الحتة الخضرة دي كده يا إما no change يعني أسيبها فاضية, يا إما أزود كلمة also يبقى ساعتها لازم يكون في comma, يا إما أزود كلمة therefore, يا إما for instance. ماشي. Also يعني كمان. هو اللي قبل كده كان بيتكلم على factory؟ لا, يبقى ما ينفعش أقول also. Therefore يبقى في reason, cause and effect. هو الجبنة فيها low fat كويسة للهضم, ده cause أو effect, سبب أو نتيجة لأن المصنع الأولاني اتعمل في سويسرا سنة ما أعرفش إيه؟ no. For instance يعني example. هل المصنع بتاع سويسرا example على إن الجبنة بتساعد في الهضم؟ لا برضو. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع A, سيبها زي ما هي مش محتاجة joining word. وده سؤال بنسميه في الأسيتي والأسيتي transition question. okay؟ السؤال ما فيهوش حاجة, it's super easy, هي just الطريقة المكتوب بيها السؤال نفسه غلط. 31.